ولاد ليه؟ يلا ربع ده المعلم ده اجيب كروف الله ينور يا رجاله الله ينور الله ينور يا لحو يما يا لحو يما بتمطر ترجع عندنا احنا هنا في القاهرة وبتمطر ترجع عندنا وصوت البرق جامد وانا اول مرة اشوف تلج في حياتي انا خايفة جدا ربنا يستر يا رب ويعدي اليومين دول على خير يا جدعان بنحاول نكسر حتة شوفوا شلالات المية قد ايه بصوا هنا بقى المية عاملة ازاي العمارة باظت يا جدعان ادعوا لنا في الجو الصعب ده اليوم ده يعدي على خير صباح الهرم اخوانا 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 واقف اهو بص يا دين النبي ارجع 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 لف وارجع يا عم لف الطريق ورا يا احمد يا ابني تعالى يا ابني تعالى الدنيا بتمطر ليه يا بابا في ايه مدبوس تعالى امسك قصادي هدوم ايه الدنيا بتمطر مش شايف يا عم الاستشوار اللي هيجوه يعني انت خايف على الاستشوار مش خايف على مش خايف على مش خايف على الهدوم مين مين